لأنه ديال راسو. الدري الصغير مثلا اللي عنده والديه مربيينه وحاكمينه، إلا جا خارج من الدار الصباح إما كيتقال له فين راك غادي، وإلا ما تقالتلوش راه هو عنده هذا السؤال في راسو، عارف بأنه خارج وداك الخروج ديالو تحت عيني والديه، واخا ما شافوش راه تحت عيني والديه، راه إلا تعطل غيقول له فين كنت. فهاد الطفل الصغير كيشعر بأنه ماشي ديال راسو، ما كيقدرش الدري الصغير يجيب اللي بغى للدار يدخلوا من الأطفال ومن الرجال ومن النساء، كيعرف بأنه اللي بغى يجيبه خصو يكون داك النوع اللي يوافق له الوالدين ديالو. فالحرية ديالو عنده إحساس هو الطفل بأنها محدودة ومقيدة بإرادة والده، لا مشاحة في الأمثال، ولله المثل الأعلى. هذا شيء. والطفل اللي ما عنده والدين مشرد كيحس بالله راه ديال راسو، يدخل لذاك المضعفين ساكن الصالح والطالح ويدخل له اللي يلاق واللي ما يلاق، ما عنده غرض. فطبعا المآل والمصير ديال المشرد واضح، والمآل والمصير ديال اللي مربي تحت الوالدين واضح على العموم. قلت ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، مفروض في الإنسان كل إنسان كبير وصغير أنه يشعر يومه وليله بالنهار وبالليل أنه ماشي ديال راسه، أنه ديال مولاه اللي خلقه، وبسعيه في الأرض، بالحركة ديالو ديال السعي في الأرض بين عبادة وعادة، يعني لمشى للجمع ولا مشى للحانوت أو المكتب أو للشركة أو لأي مكان من العمل، يعني فهو كله في معنى الاستناد والانتساب، راه ماشي ديال راسو. سواء كان غادي قلت الجمع فهي العبودية المحضة، يعني هذيك التشرعات باش تعبد الله بها بداك الشكل، أو مشيت للأمور ديال الأعمال ديالك، فأنت تسير في طريق الإذن. الإذن وهذا مصطلح عجيب ولفظة عالية رفيعة، العلماء لما كيشرحوا المباح أحكام ديال الشريعة الخمسة عندنا فيها الواجب والمندوب وعندنا فيها المكروه والحرام، عندنا واحد الدرجة خمسة وسطى، المباح يعني الحلال اللي هو البيع والشراء والشرب والأكل واللباس. أولم يكن ممكنا، طرح هذا السؤال على رأسك، ماشي كان من الممكن أن الله عز وجل لو أراد يكون بغى أنه يحرم عليك مثلا تبيع وتشري؟ ممكن لو أراد يكون بغى ربي يحرم البيع يحرمه، ولكن بغى يحلله فأحله لك، فهذا إذن، أعطاك الإذن باش تبيع وتشري، وكان ممكن ما يعطيكش الإذن ويمنعك عنه ويمنعه عنك، هذا من حيث التشريع، وأيضا من حيث القدر من غير التشريع. واخا هو حلله فهو حلال، كان ممكن يعكس لك أنت بوحدك من دون الناس البيع والشراء، تمشي تبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر وتبيع وتشري وتخسر، تضطر تبدل الشغل، ما أذن الله لك، ما أعطاكش الإذن تبيع وتشري، أنت دير شغل أخر، سخر لك البيع والشراء، سخر لك وظيفة، سخر لك معمل، آذن لك، أعطاك الإذن، والله لو منعك لم تنات. ولذلك الحديث اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تنام ملء جفنك، تنعس مرتاح مع راسك، وتستيقظ ملء صحتك وعافيتك. أولم يكن ممكنا أن لا يأذن لك في الاستيقاظ؟ بلى، شحال من واحد نعس وما عطاش ربي الإذن ينوض من تم القبر من اللي نط، فقد آذن لك أن تقول. فإذا أنت عبد ماشي ديال راسك إطلاقا حينما تبصر، نتكلموا على البصائر، لأن القرآن أقول وأعيد ماشي فقط خصنا نقرأ ونقف، بل طلب منا أن نبصر حقائق. التلاوة تعبد باللفظ، تلاوة أتلو ما أوحي إليك واتلو ما أوحي إليك، تلاوة تعبد بالألفاظ، ولكن ربي عز وجل ماشي لهذا القصد الأصيل، أو ماشي هذا هو القصد الأصيل باش نزل القرآن، لا، القصد الأصيل باش نزل القرآن هو باش نشوفوا المعاني اللي غادي نخدموا بها. ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلينفسه.